يعاني سكان منطقة العمرية الواقعة جنوب العاصمة عمان في لواء الجيزة من مشاكل عديدة، وأبرزها بعدم وجود سور حول مدرسة العمرية الأساسية يحمي طلاب المدرسة من الشارع الرئيسي الواقع بجانب المدرسة، مما أدى إلى حدوث العديد من حوادث الدهس لعدد من الطلاب. سكان المنطقة قالوا إن واقع الخدمات في المنطقة سيء جداً نتيجة تهميشها من قبل المسؤولين، مطالبين في تحسين واقع الخدمات خاصة في المدرسة ورفض مركزها الصحي بالمستلزمات والكوادر الطبية اللازمة. مدرسة العامرية للبنات جاي على الطريق الرئيسي وهو ممر السيارات، تعرض عدة طلاب لحوادث السير، والمدرسة هي خالية ما في سور يمسك الطلاب، بالرغم من المراجعات المتكررة لوزارة التربية ومديرية التربية، إلا أنه المدرسة صار لها حوالي 6 سنوات لم يتم عمل سور للمدرسة. والآن بالنسبة لأبنائنا وبناتنا اللي بالمدرسة هم أطفال من الصف الأول للثالث للأول ثانوي، وهذولا ما في شيء يضبطهم، لا سور مدرسة، وفي معاناة للأهالي وللمعلمين بالمدرسة. طلبنا من وزارة التربية وطلبنا من مديرية التربية ولغاية الآن لم يتم وضع سور للمدرسة. احنا بالنسبة للمدرسة لنا معاناة، ما في عليها سور. بالنسبة للطلاب لما يجوا يطلعوا سواء في بقالة موجودة قبل المدرسة ويضطروا يقطعوا الشارع، هذا واحد. الصبح بالدوام برضو الشارع بيقطعوا باتجاه المدرسة، فما في سور يحماهم. حتى على مستوى لما بلعبوا كرة قدم قاعدين فوتبول، لما يطلع على الشارع الرئيسي بضطر الطفل يلحق الفوتبول، وتعرضنا مرتين لحالات دهس أطفال بالمدرسة هاي. المعاناة الثانية بالنسبة للمواصلات، قاعدة الهيئة التدريسية أو الطلاب يعانوا من المواصلات، ما في باصات نهائيا، والخط هو مؤمن عليه باصات ولكن ما بيشتغل خط الجيزة لعمان. وعندنا مشاكل كثيرة بالنسبة للأمور التربوية، وبالنسبة للأمور الصحية، بالنسبة للأمور الزراعية، بالنسبة للأمور الخدماتية، البنية التحتية اللي هي زي الشارع جوز اللي انتوا جيتوا عليه، الآن شفتوا الجوار وشفتوا ضيق الشارع. وبالنسبة للصحة، صحة لا يوجد هنا نهائيا صحة، إلا مركز اللي هو المركز الخدمات اللي على الشارع. المراكز الصحية بعد الساعة 2 لا يوجد أي موصف فاتح، لواء الجيزة كامل، لواء الجيزة كامل لا يوجد أي مركز صحي فاتح. ابنك يوم أنه ينمرض إلا توديه المادبة أو مستشفى البشير، تقريبا 70 كيلو تحرك. هذه المنطقة وخاصة مدرسة العامرية تفتقر إلى سور، باعتبار بأنه مدرسة بنات ومعلمات، اللي رايح واللي جاي هذه أعراضنا ولابد المحافظة عليها. البنات لما بخرجوا من المدرسة لعدم وجود سور بتعرضوا لحوادث، وكثير حصلت حوادث دعس للبنات، وهذا مما أثر علينا إحنا كأهالي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، مواصلات لا للمعلمين ولا للمعلمات ولا حتى لأبناء الطلبة اللي بيدرسوا في الجامعات أو المعاهد خارج المنطقة. هذا المتألم منه للآن ما في باصات اللي تنقلهم، وهذا بلا شك بأنه تعتبر معضلة بالنسبة للمنطقة، لأنه لو كل طالب بده يأخذ طلب من زيزيا حتى يصل لبيته بده يدفع 5-6 دنانير، يعني بده ميزانية في نهاية الشهر. الأمر الثالث المستوصف، يعني لو كان فيه مستوصف متكامل يعني حتى للطوارئ في الليل، لو أي إنسان أصيب لا سمح الله أو امرأة حامل أو شيء، يعني ما في مفتقر، يعني المنطقة تفتقر إلى هذه الخاصية، خاصية المستوصف العام الحكومي. احنا عندنا نقطة مهمة اللي هو مستشفى العسكري اللي وضعونا اياه على المثلث، اللي هو ما استفدنا منه شيء. الآن في 18 حالة غسيل كلى بالمنطقة هاي، وسببها سلطة المياه، لأنه كان في ماسورة عاطلة، والماسورة هاي كانت فيها صدى وتسببت بهذه الأمراض لأهالي هذه المنطقة، مع تفشي أمراض ثانية. اثنين، هذا نرجو إعطاء المبنى الأرضي من المركز الصحي للقوات المسلحة. عندنا بدو يسكنوا في الصحراء بعيدين مئات الكيلوات، قاعدين يغسلوا مادبة ومناطق، ووحدة غسيل الكلى ضرورية جدا. محمد الطرمان، رئيس بلدية العامرية. اليوم والله هنا جينا بوقفة بخصوص مدرسة العامرية اللي بتضم مجموعة طلاب من أهالي المنطقة ومن المنطقة، بخصوص السور هم بحاجة إله. وبصراحة المنطقة إجمالا يعني عندهم مجموعة احتياجات، بما أنه المنطقة تعتبر مناطق العاصمة أو بدو الوسط واللي
هي مصنفة حاليا بوزارة التخطيط من المناطق المتعثرة. في نقص خدمات يعني ممكن تتوفر لها من خلال الدعم، انه يكون فيها نظرة يعني خاصة لها للمنطقة نظرا لاحتياجها. وفي مجموعة اجراءات انا ممكن ياخذوها من خلال وزارة التربية ومن خلال وزارة التخطيط، من خلال دعم مالي، من خلال دعم حكومي، صيانة مدارس، ممكن صيانة شوارع. الشارع اللي احنا قاعدين عليه هسه اللي هو شارع رئيسي يعتبر شارع اشغال، بصراحة بحاجة لصيانة، بحاجة لتخصيص مبالغ مالية من خلال وزارة الاشغال العامة والاسكان لصيانته لتحسينه. ويبقى سكان منطقة العامرية بانتظار اذان صاغية تستمع لمطالبهم وتحسن من مستوى الخدمات الذي يعاني من واقع مرير دفع ثمنه سكان هذه المنطقة المنسية.